السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة المرحلة الأولى، تجربتنا لهذا اليوم هي تصحيح مع قاعدة titration based on acid. القاعدة المستخدمة هي NIOH، مادة قياسية لكنها مجهولة التركيز، والحامض المستخدم هو حامض HCl معلوم التركيز، أيضا مادة قياسية. تعلمنا شلون نحضر مادة قياسية من سائل، وتعلمنا شلون نحضر مادة قياسية من صلب. فالأنيون الصلبة والHCl هو سائل. الفائدة من هذه التجربة هو إيجاد تراكيز مواد قياسية مجهولة التركيز، فأستخدم حامض معلوم التركيز وحجم أيضا معلوم، وقاعدة معلومة الحجم لكنها مجهولة التركيز. أبدي أنا أبني السحاحة بالكامل، الأفضل نبنيها بحامض الHCl. طلاب انتبهوا، حامض الHCl تركيزه 1 بالعشرة وحجم ايضا معلوم. ومن ثم استخدم الكونيكال وانقل. حسبت ايش قد سحبت 10 من القاعده المجهوله التركيز، وإلا لكن حجمها معلوم، تركيزها مجهول لكن حجمها معلوم. ايش قد 10 مل انقلها الى الكونيكال. الخطوه المهمه جدا، وهي سبب استخدامنا، نستخدم الدليل. سبب استخدام الادله هو لتحديد نقطة نهاية التفاعل، وهو تعادل عدد مولات القاعدة مع عدد مولات الحامض، ويسميه end point أو equivalent point، نقطة تكافؤ. نقوم بإضافة قطرتين من الدليل. طلاب جاي تلاحظون، وأرج بهذه الصورة جاي تلاحظون تحول لون بنفسجي. الآن أبدأ عملية تصحيح بهذا الشكل، أفتح بيورة السحاحة بهذا الشكل، وأبدي أرجع إلى أن اختفاء اللون. عند اختفاء اللون هذا يعني أنه نقطة نهاية التفاعل، وهو تكافؤ عدد مولات الحامضة، عدد مولات الحامض عفوا، مع عدد مولات القاعدة. بعد انتهاء التصحيح هذه تلاحظ الطلاب أصبح عديم اللون. أجي الخطوة المهمة، أحسب إيش قد الحجم النازل تدريجات. 1 2 3 4 5 6 الحجم النازل عندك قد 6، منين؟ من حامض ال HCl. ومن ثم اقوم بالحسابات، M1 في V1 يساوي لنا M2 في V2. M1 الحامض معلوم 1 بالعشرة، الحجم النازل احنا ايش قد قلنا؟ 6. طلاب انتبهوا، في 6. M2 مجهوله اللي هي القاعده NIOH ما اعرفها انا، اللي سبب تصحيحنا لمعرفه تركيز قاعده NIOH، لكن حجمها معلوم ايش قد؟ 10 مل، هنا 6 مل. NIOH يساوي أو بوينت 1 بالعشرة في 6 على 10 تركيز المولاري NIOH. تبقى هاي رياضيات طلاب، 1 بالعشرة في 6 على 10 ايش قد يطلع عندنا؟ ستة بالعشرة طلاب، عفوا 6%، عفوا طلاب 6%، بعد اجراء الحسابات. اذا تركيز القاعده NIOH وايضا ماده قياسيه 6%. نرجع نقول التصحيح هو سبب استخدام التصحيح لمعرفه مواد قياسيه مجهوله التركيز، ايضا قياسه لكنها مجهوله التركيز، فصححها مع الحوامض فاعلمها. وهذه هي نهايه التجربه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مدرس الماده مصطفى علي. Por ahí